سلام، معكم ربعه من قناه ربعه بيوتي. مرحبا بكم، مرحبا بالناس جداد والقدام. بيس اند لوف، كنبغيكم بزاف. ما تنساوش انكم تشتركوا على القناه ديالي الا كنتم مازال ما اشتركتوش، وتضغطوا على زر الجرس باش هكا توصلوا باشعار انه حطيت فيديو جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم شنو هما لي توب فونديشن بالنسبه ليا. هاد الفكره هذه جاتني الوقت اللي كنت كنصور لكم واحد لا فيديو ودير هكا مكياج اللي كندير الوقت اللي كتكون عندي شي ابالما ولا شي رونديفو ولا شي حاجه، وحطيت واحد السيفه ديال الفوندوتا كنقول انني اين فوندوتا غادي ندير. بقيت عندي بزاف ديال لي كود كار، هادشي علاش قلت غادي نخليها فيديو بوحديتها نشارك معكم شنو هما بالنسبه ليا لي طو فونديشن اللي كنديرو نعاود بزاف ديال المرات. دونك اختاريت لكم هنايا دي فوندوتا نقولوا 300 درهم الفوق، واحد لاباغ ديال لي فوندوتا نقولوا 250 درهم لتحت، باش هكا اللي بغات شي حاجه تلقاها. فإذا كنتو باغيين تعرفوا شنو هما هاد لي توب فونديشن بالنسبه ليا خليكم معايا في الفيديو. نبدا لكم بالرقم الاول، هو احسن فوندوتان بالنسبه ليا اللي هذاك المرتبه ديالو بوحديتها. هادشي علاش غادي نوري لكم هو الاول. فوندوتان اللي ما تيتحركش من بلاصتو، اللي كيبقى شاد النهار كامل، فوندوتان اللي واخا فيه بزاف ديال الحوايج واعرين ما ننصحش بانكم ديروه زعما يوميا، لان لا تيكستور ديالو ثقيله ومجهده شويه على الوجه. انكم ديروه يوميا غادي ياكل لكم وجهكم. وهنايا كنجمع على هذا استيلودور دابلوير، فرانشمون واعر، سي مون كود كور صراحه. دو كاملين زعما لي كود كور ديالي، مي هذا بلاصتو بوحديتها. هنا فيه الاس بي اف 10، كيفاش نقول لكم، لو فيني ديالو على الوجه ديالي كيبقى بحال فلوليس، كيعطي واحد البون مين، ما كيبانش بانه داك الاف مقبص، كيمشي مع لابو، ومي كيبانش لكم بانكم بحال دايرين 100000 كوش ديال الفوندوتان. دونك هذا بالنسبه ليا نيميرو 1، الحاجه الوحيده اللي ما كتعجبنيش فيه فقط هو فلوتيليزاسيون ديالو. هاد الفم ديال القرعه كبير، ف بعض الخطرات هكا ملي كنبغي نستعملو كنصدق اما زايده كثر يا اما المهم شويه صعيب فلوتيليزاسيون ديالو وصافي. مي شي حاجه اخرى ما عندي ما نقول عليه، ضايا غير قرب يسالي ليا، خصني ناخد واحد اخر. ندوز لتاني فون دو طون، هذا يلاه قولوا عرفتو في شهر 11 ديال 2018، لا مارك نارز. هذا حتى هو فرانشمون التونيو ديالو زوين، غير هو استيلودور سي نيميرو 1. دونك هذا حتى هو كيشد، ولكن ماشي بحال الاول. كيعطي واحد لاكلا ناتوريل في الوجه، حتى هو ما كيبانش افي ثقيل ولا كيبان لكم انكم دايرين بزاف ديال ليكوش، كيمشي مع الوجه، ما كتحسوش بانكم دايرين شي حاجه متقلين بها الوجه ديالكم. اي فرانشمون حتى هذا ان كو كير، كنت خديت واحد في المره الاولى وكان جاني غامق على اللون ديالي واختاريت هذا. سي لا ريفيرونس سترومبولي اللي كيجيني اكزاكتومون فلا ميم كولور اللي انا فيها دابا. لو ثوازيام كو دو كير، هنايا غادي ندوي لكم على هاد لا مارك ايت كوزميتيكس. دونك هذا توا ديرنييرمون باش عرفتو، مي ان كو دو كير من تقلولا، لانه هذا سي ان فون دو تان خاص بلا بو غراس، وانا عندي لا بو غراس. دونك يشد ليا وقت طويل 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 بزاف، انا سورتو عندي هاد لا بارتي هادي لي دغيا دغيا كتولي دهنيه، اي ابري شويه الفون دو تان كيبدا هكا كيديبلاصا. دونك هذا كيشد مهم زعما كيشد كثر. في اس بي اف 40 هذه حاجه زوينه، لانه انا ما كنديرش بزاف لا كريم سولير، جو نو سوي با فان. فول كافريج كريم اونتي ايج اي بور لي سبينيش، دونك ما كيخليش ان هذوك لي بور يكونوا باينين، مي سورتو سي اويل فري. هذا لو كود كار. دونك الوقت اللي كنعرف راسي انه كاين شويه ديال هكا، مع راكم عارفين دابا الربيع بدا تيدخل، الاجواء بدات كتقلب واحد شويه، الجو كيسخن وجه تيعرق، فهذا ان كود كار بالنسبه لي. دونك انا هنا كنشارك معكم لي كود كار، حيت تو سامبلومون قدروا هكا دي فون دو طان نتوما غادي تجربوهم يعجبوكمش. لو كاتريام، هذا كيعجبني بزاف الوقت اللي كنكون عارفه راسي غادي نمشي فين كاين الكاميرا، فين كاين الاضواء، فين، لانه لو فيني ديالو في الكاميرا كيجي واعر، كيعطي واحد لو فيني زوين في الوجه، حتى هو كيعطي داك شويه كوتي اكلا، ما كتحس بيه هو ثقيل في الوجه ديالك. دونك هذا سي اولترا اتش دي فرانشمون واعر. مي هذا كيفاش نقول لكم، باغمي توب مي لوتيليزاسيون ديالو زعما ما كنستعملوش بزاف، هذا عنده مناسبات ديالو. بالنسبه لو سانكيام، هذا بصراحه كنقول
هاد لو سينكيام كنقول نحطو ما نحطوش نحطو ما صراحه بقيت حايره. مي انا نقول لكم علاش حرت وعلاش حطيته. انا هنا كندوي على هذا ديال فينتي بيوتي. هذا زوين من ناحيه كيفاش كيكون في الوجه، يعني هادشي كله دابا اللي كنوريكم سي سورتو لو فيني ديالو، حيت انا ما كنحملش شي فيني اللي غادي يبان في الوجه ديالي ونبان بانه داير الفون دو طون اللي يبان انهم ما عرفت كيفاش غادي نشرح لكم، مي جو بونس انكم فهمتوني. هذا الحاجه الوحيده اللي ما كنحملش فيه هو انه كيتوكسيدا فيت في لا كولور، بحال كتزيد تغمر فما كيبقاش بنفس درجه اللون ديالي. بغيت المره الجايه نجرب زعما شي واحد اخر من غير 240، يعني تكون لا ريفيرونس ديالو قل باش حتى سي جامي اوكسيدا يجي في اللون ديالي. مي هذا كيعجبني لانه سورتو صفر، وانا كيعجبوني بزاف لي فون دو تان صفرين اللي كيملوا الصفريه، هذوك هما اللي كيوافقوني هما اللي كيجوني هذاك لو فيني كيعطيو زوين. اي دايغ هذوك كاملين اللي وريتكم كلهم السوتون ديالو سي وار. دونك الا كنتم مهتمين بهذه القضيه ديال الفون دو طون تعرفوا شنو اللي غيجي معكم، كيفاش تابليكيوه طريقه صحيحه وكلشي. فاللي مازال ما شافتش لا فيديو ديالي ولا السلسله اللي كنديرها تاع المبتدئات 0 على 10 في المكياج، غادي نخلي لكم حلقه خاصه بالفونديشن هنايا في الاي داير دايره عليها، دايره لا بودغ، دايره الكونسيلر، دايره لا باز ديال المكياج كامله. اي وا دونك هذا اش قلت لكم توب فلوب فواحد الحاجه. مين سيرت مع لا غام الاولى غادي ندوز لكم لا غام الثانيه، وكيف ما شاركت معكم توب بالنسبه للغام الاولى غادي نشارك معكم توب بالنسبه ليا في لا غام الثانيه. هنا كندوي على لا مارك نوت وهاد لومينوس واو. شوفوا هذا كنحطو كخوي موا طرات ليا واحد المره، كنت غاده معروضه العرس وكنت كاريمون كنت كنصور ديك الساعه فيديو فلوغ، وحطيت لي دو فون دو تان بحال هكا، حطيت استيلودور وحطيت نوت، كنقول انا واحد غادي ندير باش نمشي للعرس باسكو لي دو واعرين، صافك هذا غالي وهذا رخيص. علاش كيعجبني؟ لانه كيجيني فريمون قريب بزاف لو فيني ديال النوت الاستيلودور، حتى ما كتحسوش براسكم انكم دايرين بزاف ديال لي كوش، كيعطي هذاك ليفي حيت هو لومينوس دونك كيعطي داك ليفي بون مين، كيبقى لونغ تولو. اي هذا ما تيفيليش ليا في لي ريجول وهذه اهم نقطه، دونك هنايا ما تيماركيش ليا هاد البلايص هادو. هادشي علاش قلت لكم هذا بوغ موا في لاكام الرخيصه. هذا هو زوين. اي دايوغ هذا ما غاديش نشكرو ليكم لانه كاين في لو سيت ديالي بتاتا واطلاقا، بالعكس هذا هو اللي خلاني وشجعني انه نديرو في لو سيت ديالي، باسكو واحد لا مارك اللي نقول لكم بانها رخيصه ولكن ما بحال ما واخداش حقها. هادشي علاش انايا حطيت لا مارك نوت في لو سيت اللي درت. دونك فوالا، يعني ماشي كنشكر لكم لانه حيت عندي مثلا في لو سيت، مي تو سامبلومون سي ان كو دو كور اي ما جربتوش غير انا، دونك عطيتو بزاف ديال الناس يجربوه او ميم طون وكلهم كان لو فيدباك ديالهم زوين الحمد لله. ندوزو من غير هذا ندوز لكم الثاني واحد تيعجبني، هذا نقول لكم فيه لا كوفرانس، فيه لا لوميير كيعطي افي تري بون مين، مي كيفيليش ليا في لي ريجول، لونغ تونو حتى هو، اي اس بي اف 15 نركز على هذه النقطه. سوف كو هذا فيه لا كوفرانس، هذا اللي غادي ندوي لكم عليه ما كيديرش لا كوفرانس، هو هذا ديال لا مارك ديرماكول دونك سي نوبليس. هذا نصوبه انا، يعني ملي كنا فواحد ليفيلمون ديال ديرماكول كانوا وراونا كيفاش كيصايبوا لي فون دو تان، دونك حطوا لينا لا ماتيير بروميير وانا اللي بقيت كنميلونجي حتى وصلت لا كارناسيون اللي عجباني. فما ديوش على هاد لا ريفيرونس هذا بال، حيت كاين بال كاين نيود وكاين واحد اخر، هذا فقط كان غير قريعه حاطينها لينا وصافي. مي سينو نتوما ما عندكمش كيفاش غادي تصوبوا الفون دو طون ديالكم، ننصحكم انكم تاخذوا لا ريفيرونس نيود الا كنتو بحال اللون ديالي. هذا اش نقول لكم كيعجبني فيه لو فيني ديالو كيجي فيلفيت بحال بودرو، ما كتحسوش بها نهائيا وبتاتا واطلاقا انه تقلع على الوجه ديالكم، انه تالمون ليكيد فالوقت اللي كتستومبي وهذا كيجيني بحال لا، مي كنبغي غير ان وجهي يبان اللون ديالو موحد، ما كنحتاج نهائيا لا كوفرونس، بغيت غير ان وجهي يبان لون فيه موحد، فهذا كيقضي ليا الغرض. سي تري ليكيد. هادشي علاش قلت لكم لا كوفرونس ديالو ماشي شي حاجه واو، مي كيعطي واحد سكين فلوليس. هنايا غادي ندوز لكم واحد دو برودوي غنوريهم لكم في دقه باش ما تقولوش روعه كتشكر في لا مارك اللي حطاها في لو سيت، حيت فريمون كونتريرمون لهادشي. المهم الناس اللي كيتقوا فيا هما اللي عارفين هنايا. هنا غادي ندوي لكم على لا مارك، افيكتيفمون لا مارك نوت.
بزاف منكم كيسولني على ربعا شنو هو احسن بيبي كريم شنو هذا. جربت بامال دو بيبي كريم ولكن حتى شي واحد ما عجبني قد هذا. هذا سي نيميرو 1 بالنسبه ليا في لي بيبي كريم. المهم كندوي على لي بيبي كريم اللي جربت انا. هما كاينين بزاف اللي ما يمكنش نجربهم كاملين، مي parmi اللي جربت هذا هو سيدهم. زعما بلا ما نزيد فيه بيبي كريم واعر، لا كوفرونس ديالو زوينه، لو فيني ديالو زوين. المهم اللي تتقلبوا عليه كاين في هذا. انا النهار اللي كنت شفتو دايره السيده باش انا عجبني قلت لها واو شمن فون دو تان دايره، قالت لي نو دايره غير بيبي كريم. هنايا كنقول او كيفاش بيبي كريم الوغ انا شحال من بيبي كريم درتها الوجه ديالي داك لو فيني ديالها ما عرفتيش شي في شي شكل. باغ كونط هذا اون ديغي دايره فون دو تان اون بلوس سي بارابين فري. ندوزو لو سانكيام وهنا غادي ندوي لكم على هاد لومينوس سموت ديال فيت مي مايبلين. هذا لو فيني ديالو حتى هو زوين، سي با دو تو شير، كيعطي واحد لو فيني حتى هو غلوي فلوليس. حتى هذا ما كتحسيش نهائي انك دايره شي حاجه ثقيله على وجهك. بيان سور انا الوقت اللي كنقول لكم ما كتحسوش انكم دايرين شي حاجه على وجهكم، فما كنقولش لكم ابليكيو ثلاثه ديال الطبقات وقولوا ما حاسين بوالو. راه لابليكاسيون ديال فون دو تان عندها الطريقه ديالها، وعلاش قلت لكم الاحسن انكم تمشيو تفرجوا السلسله تاع 0 على 10 في المكياج اللي دويت فيها كيفاش ابليكيو باش ما يبانش داك الشيء ثقيل. دونك هذا كيف ما قلت لكم واخا هو كيصلح البشره الجافه، مي انا كيعجبني انه نديرو واخا البشره ديالي دهنيه لان لو فيني ديالو هو اللي تيحمقني بزاف بزاف. دونك هذا سي لا ريفيرونس 130 اللي كندير. اي لو سيزيام ولو ديرني اللي بغيت ضروري نحطو لكم هنايا، قلت ما يمكنش هذا زعما ساخت ما كنديروش بزاف ولكن زوين. زوين 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 والله الا بوغوس. علاش بغيت نبينهم؟ باسكو تو سامبلومون كاينين بنات اللي عندهم دي سيكاتريس، عندهم شي حاجه اللي ما تعجبهمش في الوجه ديالهم، شي ضربه جو سي با موا، مي كيحتاجوا داك لا كوفرونس اللي ديال الحماق. وهنا كندوي لكم على هذا ديال الديرماكول فول كافريج، هذا خطير البنات. انا بيرسونيلمون ما كنقدرش نديرو كل نهار شي حاجه لانه كتجينا لا تيكستور ديالو ثقيله بزاف. هادشي علاش انا كنستعملو في الوقت اللي ولا عندي شي ايفال معاد ولا عندي شي حاجه وبغيت لا كوفرونس، مي كنديرو في هذيك لا بارتي بالضبط اللي انا باغاهاش تبان، يعني حبوبه ولا سيكاتريس ولا شي حاجه بقات ليا هذا كنستعملو. بارفوا تنستعملو ميم لهاد لي بوال هادو اللي عندي هنايا باش كنضرقهم، لانه شوف مي كندوي لكم على لا كوفرونس راه شي حاجه بزاف هو هذا. ميم لي تاتواج تيضرقهم كهذا. لابليكاسيون ديالو فريمون دوك شوي كي كنقيطه ويديرها في الوجه ديالكم تبارك الله. مع هو بوماد عرفتوا شحال كيدي بلا ما نعاود لكم، ولا تيكستور ديالو ثقيل يعني غير شويه كيدير لكم واحد لاكوغونس ديال الحماق. دونك هادو هنايا نقولوا 11 فون دو طان، حاولت ندير لكم ما بين الغالي وما بين الرخيص. كاينين سيغت دوطخ فون دو طان بحال مثلا لا مارك بيس، كاين واحد اخر ديال لا مارك ميكاب ريفولوسيون، سوف كو هما جربتهم يعني نقدر نقول لكم درتهم دو فوا زوينين، مي ما كنديرهمش ديما. يعني الا بغيت ندخلهم لكم بانهم زوينين خصني فريمون ناخذ الوقت ديالي كافي باش نديرهم، ما مره ما جوج ما ثلاثه ما اربعه، ما نبقى نعاود ونعاود 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 باش يقدر يكون عندي هكا انافي سانسير عليه. ما عندي ما نقول لكم دو بلوس في هادشي كامل، ميزابار انه نتوما دابا اللي خصكم تخليو ليا لتحت في لي كومونتير شنو هما لي كود كور ديالكم في الفون دو طان. الا كانت عندكم بشره دهنيه شنو كديروا، الا كانت عندكم بشره ديالكم جافه، الا عندكم بشره حساسه، باش بحال هكا كنشاركوا مع بعضياتنا الاراء. وكاينين الناس اللي كيبغيو حتى هما مثلا البشره ديالهم جافه، انا ما عنديش بشره جافه، مي غادي تخليهم انهم يستافدوا من التجارب ديالكم، فما تبخلوش نهائيا بلي كومونتير لي كود كور ديالكم وماشي لي كود كور ديالكم. شاركوا معايا كلشي، كنبغيكم بزاف، نتلاقاو ان شاء الله السيمانه الجايه في فيديو واحد اخر. وحاجه اخرى بالنسبه لي بروجي هنايا كود كار، فانايا غادي نخلي لكم يعني بالنسبه مثلا لي مارك اللي عندي في لو سيت ديالي مثلا بحال نوت، غادي نخلي لكم لتحت في لابار دانفو تمشيو تشوفوهم وتقراو بلوس دانفورماسيون عليهم. بالنسبه لي بروجي بحال ايد كوزميتيكس ناف اللي ما كيتباعوش هنايا، غادي نخلي لكم لو ليان من عند من تقدروا تاخذوه بلوس ان كود برومو. هادشي اللي كاين، السلام عليكم.